خد بقى يعني مركز مركز او خط خط كده في اختيارات حسام البدري. بالنسبة لحراسة المرمى اختار الشناوي وجنش ومحمد بسام وعامر عامر. يعني انا قلت لك اسلام ان الاسامي دي كلها ده وضع طبيعي منطقية متألقين، يعني، يا يعني كان محمد يضم الشناوي. ابو جبل، كان يضم عبد المنصف، لا بص هو يمكن كان يضم لا حد من اسماء تانية، ولا هم دول الافضل من لا وجهة نظر؟ انا شايف ان هو كان ابو عبد المنصف عامل ماتشات كويسه جدا الفتره اللي فاتت ومتألق مع وادي دجله وعامل شغل كويس جدا، حتى كل الناس اشادت بيه وكل النقاد اشادوا بيه. جنش عامل مباراتين كويسين بالفتره اللي فاتت لما لعب مع الزمالك، لكن خلي بالك ان ابو جبل كان متالق الفتره اللي فاتت، كان واجب ان هو يتاخد برضه في الفتره ديت. ممكن انا وجهه نظري كابتن حسام ان الراجل ما بيشاركش او رجله مش في الملعب، فهو واخد كل الناس اللي بتلعب. عامر عامل شغل كويس جدا مع سيراميكا، محمد بسام عامل شغل كويس جدا مع طلائع الجيش. ممكن كمان فرق عامل السن، ان انت ما خدتش محمد عبد المنصف عامل السن، اللعيبه دي هتكمل معاه تصفيات امم افريقيه وتصفيات كاس العالم، فاعتقد ان هو بيبص للمستقبل او بيبص لقدام يعني اللي هو هيشارك في الفتره اللي جايه. فلكن محمد الشناوي هيبقى رقم واحد وجنش رقم اثنين في المنتخب الفتره اللي جايه. طيب في الدفاع في ماشي بص هو في هاني محمد هاني وعمر جابر وايمن اشرف واحمد فتوح واحمد حجازي والونش وعلي جبر واحمد ايمن منصور وياسر ابراهيم. يعني خليني اقول لك برضو انت عندك ياسر ابراهيم والونش متالقين بشكل كبير جدا مع انديتهم. محمد هاني هيبقى رقم واحد عنده بقى في الباك رايت. عمر جابر يمكن جوكر في الفتره اللي فاتت، بيلعب ديفندر بيلعب بليميكر بيلعب باك رايت، فدي يمكن ده من اللعيب اللي هو المدير الفني يحبه انه ممكن يبقى عنده حلول ليه، فعاملين شغل كويس. احمد فتوح في ناحيه الشمال على فكره، عنده احمد حجازي متالق بشكل كبير جدا في السعوديه. يمكن ايمن اشرف عامل شغل كويس بالظبط، يعني عنده لعيبه عنده اختيارات عنده يعني عنده قاعده عريضه. ممكن يعني حظه كويس ان كل اللعيبه اللي انا قلت عليها في الديفنس دول متالقين بشكل كويس. طيب احنا هنا هنختار طبعا يعني بالنسبه للتشكيل الاساسي، يعني عندك محمد هناخد هاني هنا في حراسه المرمى الشناوي معاه صح؟ الشناوي، هتختار لي بقى الاربع مدافعين من الاسماء اللي قدامك. يعني عندك محمد هاني احمد حجازي عندك الونش وعندك ممكن احمد فتوح. يعني ولا ايمن اشرف؟ لا هو معتمد على احمد فتوح بشكل كبير جدا. احمد فتوح، شايمن اشرف. لو سليم، لان ايمن اشرف برضه ممكن حاسس ان في اصابه او في حاجه ماشي. ما اكتملش شفاءه، لكن هو وجوده مهم بشكل طيب كبير جدا. ندخل على يعني خط الوسط وخط الوسط، يعني هنتكلم اولا على الاختيارات بصفه عامه، وبعدين تختار لي من الاسماء دي كلها بقى الايه الديفندرين والثلاثه اللي تحت راس الحرب. يعني انت عندك محمد النني وعمرو السوليه، الكابتن حسام يمكن بلعبهم في اخر الماتشين الفتره اللي فاتت، فعندك محمد صلاح عندك تريزيجيه عندك طب اتنين. يعني طارق حامد؟ لا 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 مع انه كويس، انا بقول لك وجهه نظر كابتن حسام بدل، لكن طارق حامد لا انا لا بكلمك على حسام البدري. انا بقول لك لا، يعني انا عشان تقول لي انا اقول لك النني وطارق حامد يلعبوا. النني والطريحة. لان طارق حامد عامل شغل كويس جدا، ده من وجهه نظري اه بس عامل هو شغل. بيحب السولاج. ما فيش حاجه اسمها بحب، انا يا الراجل متالق مقتنع الراجل بيه مقتنع بيه، لكن طارق حامد متالق. السولية لعيب كويس جدا على فكره وبيأدي بشكل كويس جدا، لكن بقول لك على التشكيل المتوقع ان هو ممكن يلعب بيه الماتشين الجايين. لكن السولية لعيب كويس جدا، قائد عنده شخصيه في الملعب، متالق مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، فعندنا هيبقى النني هيعتمد عليه بشكل كبير جدا. ما انت مش هتجيب محترف وتقعده، يعني صعب جدا انت تجيب لاعب محترف وتعتمد عليه وان انت ما تلعبوش. يعني عندك النني هيبقى موجود، محمد صلاح طبعا ما حدش يقدر يتكلم، يعني تريزيجيه، وعندك قفشه بلاي ميكر، وهيلعب بمصطفى محمد. طيب استبعاد بقى اوباما ومحمود علاء، او يعني عدم اختيار اوباما ومحمود علاء طبيعي؟ لا مش طبيعي، ممكن يكون هو وجهة نظره انه شايفهم مش مستواهم قليل او في افضل منهم، فاكيد هو اختار الناس الافضل اللي تقدر تدي المرحلة اللي جاية يعني. لكن هو اوباما بقى له فترة مش مركز او مش متألق مع الزمالك نفس الطريقة محمود علاء، لان في افضل، بدليل انه خد النهارده ايمن منصور، يعني واخد احمد ايمن منصور احمد دايما نور. واخد علي جبر، فاكيد ان هو مش هيعتمد على محمود علاء في بس الفترة حضرتك دي. بتقول ان علي جبر يعني غريبة ان هو يضم لا
ما انت عندك، بص هو لعيب كويس جدا محمود علاء في الفتره اللي فاتت، لكن هو شايف انه ممكن يكون عمل مقارنه بين السرد باكات او الناس اللي موجوده، فاللي اختاروا على فكره هو اكيد بياخد استشاره الجهاز المعاول ليه يا اسلام، فاكيد ان هم شايفين ان علي جبر اصلح للفتره ديت او للمرحله ديت. مش معنى ان انا استبعدت لعيب يبقى هو وحش او مستواه ما ينفعش لا يصلح، لكن هو شايف ان هم دول افضل العناصر اللي يقدر يعتمد عليهم في الماتشين دول. طيب المنتخب الاولمبي طبعا بقياده شوقي غريب، القايمه طبعا في حراس المرمى عمر رضوان وصبحي ومحمود جاد وعمر صلاح ومصطفى الشوبير. يعني انا شايف ان يعني هم دول اللي كانوا موجودين معاه في كاس الامم اللي هي البطوله اللي كان موجوده في مصر، هم دول اللي عاملين شغل، كلهم نجوم في فرقتهم، كلهم متالقين، عاملين ماتشات كويسه جدا يعني. فاعتقد ان كل اللي اختاروهم الكابتن شوقي غريب كلهم اسامي كويسه جدا واسامي محترمه يعني، فاكيد هتدي في الفتره اللي جايه، وهم دول العناصر اللي موجوده وهي اللي هتشارك ان شاء الله يعني. مين بقى يشارك في الحراس اللي موجوده؟ يعني هو ساعات بيلعب محمود جاد، ساعات بيلعب يعني، هو بيعتمد بشكل كبير على عمر رضوان، هو بيعتمد على الاثنين دول، لكن هو عنده الاثنين دول متالقين بشكل كبير، خصوصا ان عمر رضوان يعني وعمر رضوان عامل ماتشات كويسه جدا ومتالق في الفتره اللي فاتت. طيب يعني عمر رضوان هو رقم واحد ومحمد صبحي رقم اثنين، ومحمد صبحي رقم اثنين. طيب بالنسبه لي يعني الاربعه اللي ورا، انا ما في موجود بيكام واسامه جلال محمود مرعي محمود الجزار كريم العراق مش متاخد يعني، عنده مشكله مع النادي المصري الفتره اللي فاتت ما كانش بيشارك، فاكيد اللي هو كريم العراقي. بس هو كلمه وقال له جدد وبتاع وكده، وهو جدد علشان يشارك، لان هم طبعا في المصري كانوا بيضغطوا عليه وكانوا مستبعدين يعني. كان ده قرار محترم من مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني مع النادي المصري، ان انت لما الاقي لعيب مش مركز ولعيب عاوز بيمطل في التجديد، فاكيد لازم استبعده لحد ما يشوف هيجدد ولا مش هيجدد عشان يركز مع الفرق. فبالتالي انت كان عندك بطوله مهمه جدا، الكابتن شوقي غريب بيعتمد عليه، هو المدير الفني كلمه قال له لازم تبقى موجود ولازم تلعب وتشارك على اساس ان انا ضمك، فالراجل ما تاخرش ومضى للنادي المصري. هو انا لازم حد يكلمني يا اسلام عشان اجدد في نادي؟ انا بحترم النادي اللي انا موجود فيه، بحترم التعاقد اللي انا فيه. على فكره النادي المصري عنده لعيبه كويسه جدا ونادي كبير، اكيد مش هقف على حد، لكن بالتالي انت لازم تحترم التيشيرت اللي انت لابسه لما تروح، علشان انت عندك بطوله مهمه، ما تلويش دراع النادي، هتقعد تلوي دراع النادي انت الخسران مش النادي اللي خسران. فبالتالي كريم العلاقي عنده بطوله مهمه، فالكابتن شوقي غريب لما اختار المنتخب او التشكيله بتاع منتخب مصر ما ضمش كريم العلاقي فيها يعني. طيب نص الملعب يعني عندك اكرم توفيق، عمار حمدي، يعني محمود نبيل على فكره ده لعيب كويس جدا، يعني عندك فوزي الحناوي برضه لعيب كويس، اكيد هو عنده اختياراته بشكل كبير جدا، يقدر يختار منهم لعيبه كلها رجاله وكويسين يعني. لكن انا شايف عمار حمدي متالق مع الاتحاد، اكرم توفيق مع النادي الاهلي، محمود نبيل من اللعيبه كويسه جدا، والدفندرات هيبقى لها شان كبير جدا في الكره المصريه، فاكيد هو اعتمد عليهم بشكل كبير. وفوزي الحناوي، وفوزي الحناوي عامل شغل كويس ولعيب راجل، فاكيد هو يعتمد عليهم الفتره الجايه. في الفراوده في صلاح محسن وفي طاهر محمد طاهر وفي اسامه فيصل، يعني كل الفراوده اللي موجودين، ناصر منسي وفادي فريد عاملين شغل كويس جدا، فاكيد هيبقى عنده القاعده الكابتن شوقي محظوظ ان عنده. بس هو ممكن يلعب يعني صلاح محسن عنده بيلعب من تحت، وطاهر محمد طاهر بيلعب ناحيه الشمال، وعنده اسامه فيصل ممكن ياخد الفتره، اسامه فيصل راس حربه يعني، وناصر منسي لعيب كويس، لكن انا اعتقد ان هو هيعتمد على صلاح محسن او اسامه فيصل وطاهر محمد طاهر في الهجوم. دول اللي هم اللي ممكن يكونوا التشكيله يعني العناصر الاساسيه اللي يختاروا فيها. يختار منها في الفتره اللي جايه، لان هم كمان بيشاركوا مع انديتهم مثلا. المنتخب هيتاثر بغياب رمضان صبحي؟ طبعا هيتاثر. طبعا، لانه لعيب كويس جدا على فكره رمضان صبحي في شخصيه القائد يا اسلام، حتى طبعا يعني. انا شفتها في الامم الافريقيه، شخصيته شخصيه كابتن، اللعيبه كلها بتحترمه وبتحبه، فاعتقد انه لعيب كويس جدا وهيبقى اضافه كبيره جدا في الفتره اللي جايه. طب بالنسبه لعبد الله السعيد؟ لا، عبد الله السعيد ممكن عشان الاصابه يمكن يستبعده، ما هو مستبعد عشان الاصابه، هل هيأثر؟ لا مش هيأثر، لا انت عندك قفشه،
قفشه يقوم طبعا قفشه يقوم بدور ده كويس، لعيب كويس جدا وبقاله فتره قفشه مركز وكويس مع النادي الاهلي، فما اعتقدش ان هياثر بشكل كبير جدا. خلي بالك لو عبد الله السعيد كويس هيبقى متواجد لان الكابتن حسام مقتنع بيه جدا وبيحبه يعني. لكن هو لعيب كويس جدا ومفيد وعلى فكره عنده خبرات بشكل كبير جدا. لكن مش يعني الوجود ده وجود قفشه يغني عن عبد الله السعيد الفتره اللي جايه؟ لا مش يغني، لا قفشه ليه دور، كل لعيب مع المنتخب والراجل لعيب كويس، لعيب بيقدر يعمل اسيست بشكل كويس جدا، لعيب مهاري، لعيب ممكن عنده حلول في الماتشات دي، فاكيد مش هيغني. لا ده حاجه وده حاجه. عبد الله السعيد من اللعيبه اللي بتتحرك بشكل كبير جدا، بيقدر يعمل اسيست، بيشوط على الجون، مهاري وعنده حلول، بيتحرك في الملعب كله، فاكيد ان الاثنين كل واحد فيه ليه ميزه وليه عيوبه. لكن اي المباراتين اصعب؟ لا انت عندك يعني مباراه كينيا انا شايفها انها اصعب بشكل كبير جدا. اتمنى لا فرقه من الفرق الكبيره والفرق المحترمه كينيا، ومن يعني بتلعب الكره العشوائيه اللعب الطويل يعني خد بالك، فاحنا عندنا لازم لعيبه تبقى عندها بخل في الباص من رجل لرجل من لمسه واحده، فاعتقد ان مباراه كينيا هتبقى الاصعب يعني. مباراه كينيا الاصعب؟ اه طبعا. هل يلعب بتشكيل مختلف عن التشكيل مع جزر القمر يعني؟ لا ولا هو هيلعب نفس التشكيل؟ لا هيلعب، مش هيغير كتير اصلا، مش هيغير بشكل كبير. هو اللي هيلعب ماتش كينيا هو اللي هيلعب ماتش جزر القمر. لكن اما مش هيبقى في تغييرات بشكل كبير جدا في المباراتين يعني. لكن فكره ان يبقى في تغييرات مثلا خاصه طبعا ما لم يكن في اصابات طبعا يعني طبعا. ان شاء الله ما يكونش في اصابات، لكن الامور واضحه بشكل كبير بالنسبه لمصطفى محمد وبالنسبه للثلاثه اللي تحت صلاح وقفشه وتريزيجيه. لكن انت قلت لي النني وطارق حامد مش عمرو السولية. لا طارق حامد انا مختلف معاك. لا بص السولية لعيب كويس انا ما بقولكش، لكن انا شايفه واقتناع الكابتن حسام البدري بطارق حامد، طارق حامد عامل شغل كويس جدا الفتره اللي فاتت. لكن لو انت سالتني هقول لك السولية ولا طارق حامد في الفتره دي، لا اقول لك السولية، لكن الكابتن حسام هيلاعب طارق حامد. هو اللي هيلعب المباراه اللي جايه. ده علشان ماتش كينيا يعني محتاج ان انت حد تدافع. قوي حد لا ده السولية لعيب كويس، لعيب قوي، ما هو لعيب كويس بس بيمين ناحيه الهجوم اكتر يعني. يعني هو او عنده نزعه هجوميه. خلي بالك هو عنده في النادي الاهلي عنده يانج بيقف له لان بياخد حريته لما بيبقى موجود على فكره، وانت محتاج النوعيه دي. لكن هو كابتن حسام هيدافع في الماتش اللي جاي ان هو بيأمن في مباراه كينيا، فاعتقد ان هو عايز حد يعرف يقطع كوره ويسلمها، فاكيد هيلاعب طارق حامد يعني. طيب ده بالنسبه للمنتخبين اللي هو الاختيارات الخاصه بالمنتخب الاول والاولمبي.